10 دقايق انا من هناك هكون عندك. تصبح على خير. وانتي من هنا يا حبيبتي. ايوه يا يوسف، عامل ايه يا حبيبي؟ اه طبعا انبسط قوي. اسكت، مش سالني جبت منين الفلوس اللي اشتريت بيها الدقيق؟ لا، ما انا قلت له اني لسه ما دفعتش حاجه للتجار. وده مين ده اللي جاي دلوقتي؟ بقول لك ايه، سلام دلوقتي وهرجع اكلمك، في حد على الباب. يلا لا اله الا الله. أحلام، ازيك يا صافي؟ الحمد لله. مش هتقولي لي اتفضلي؟ لا ابدا، ازاي اتفضلي، بيتك ومطرحك. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. مبروك يا صافي. الله يبارك فيك. اتفضلي. والله انت تستاهلي كل خير. انا متشكره قوي. انا عارفه انك ما بتحبنيش وان سناء هي اللي ملياكي من ناحيتي. ليه بتقولي كده؟ على فكرة أنا وسناء عمرنا ما جبنا سيرتك. يا صافي أنا مش عايزاكي تاخدي فكرة وحشة عني، وإن موضوع شحتة ده أنت فاهماه غلط، أو بمعنى أصح سناء هي اللي فاهمته لي غلط. وإيه بقى الصح بتاعي قوليلي؟ أنا وسناء طول عمرنا صحاب، وكنت أنا وشحتة بنحب بعض، حتى لما كنا بنتخانق كانت هي اللي بتصلحنا على بعض، كنت فاكراها خايفة على مصلحتنا، وفجأة كرهته فيا، وفي الآخر خدته مني. لأ مستحيل، انا ما صدقش ابدا ان سناء تعمل كده. طب احلف لك بان هي دي الحقيقه، وانا مستعده ان اواجهها بالكلام ده ومش هتقدر تنكر. طب انت عايزه مني ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ انا مش عايزه منك حاجه، كل الحكايه ان انا مش عايزاكي تاخدي فكره وحشه عني. على فكره انت طيبه قوي يا احلام. يعني ممكن نبقى اصحاب؟ الصحوبيه ما بتطلبش، سيبيها للظروف. انا هقوم اعمل لك شاي. كدابه في اصل وشها. وانت برضو يا صافيه تصدقي عليا انا يا اختي كلام زي ده؟ لا يا اختي انا ما صدقتش. وقال ايه؟ عايزه تواجهك كمان. انا هقولك الصراحه، هي البت دي كانت الاول صاحبتي، وقتها بقى كان شحته ميال لها، بس دب معاها حته خناقه كان الحته كلها بتتفرج عليهم. انا ساعتها صعبت عليا، رحت واتكلمت معاه وقلت له البت بتحبك ارجع لها يا شحته. قال لي ابدا ولا تلزمني، مش عايزها تاني. قلت خلاص بقى ما بديهاش وانا مالي. عدت سنه يا اختي وهما الاثنين ما بيكلموش بعض. في السنه دي ما عادتش ساكته بقى وهابطه كده، لا عملت معايا دقه نقص واتنين وتلاته وما ترحمتش من قرفها. وقال في الاخر بتقول لك ايه، انا اللي بوظت الموضوع اللي بينها وبين شحته. قلت لا خلاص ما تلزمنيش، وما بقتش صاحبتي ساعتها. بعدها بقى انا لقيت شحته جالي وكان ميال لي. يعني بصراحه هي دي كل الحكايه. بس انت ما حكيتليش الكلام ده يا سناء. وكان هيفرق في ايه يعني احكي لك ولا ما احكيلكيش؟ ما انت شايفه اهو، الواد شحته كل ما يعوز يكدني ينزل يقف مع البت في الشارع وهاتك يا راغي. وانا بيني وبينك بتغاظ وبقعد اكل في نفسي، اصل انا خايفه الواد يرجع تاني يا اختي ويملها. على كلامك انه سايبها بقاله مده، لو كان عايز يا اختي يرجع لها كان رجع لها. طب هو انا كده غلطانه ولا ابقى خنت صاحبتي؟ لو على اللي انت بتحكيه تبقي مش غلطانه، بس يعني يا اختي الدنيا ما دقتش عشان تعلقي الواد بتاع صاحبتك. ما قلت لك يا اختي ما هي صاحبتي. بقول لك يا صافيه، البت دي لو فضلت كده تزن على ودانك عشان توقع بيني وبينك، وديني هطلع بيتهم فوق واجيبها من شعرها متجرجره.